السلام عليكم. درت الرقية عند من دار فاتو عندنا مرة هنا واحد غير مرة واحد غير مرة واحد والله ما عندنا في الوقت هذا واخا روح اخويا احكي لي كل شيء شكون اللي عارف القصة انت قادر تحكي انت كل شيء يلا هاجي كاين كرسي هنا بسم الله بالنسبة لما كنت تقرأ على العين قبل قليل قبل الأخوان اللي قبل هذا حاول توضح كلامك وترفع صوتك اه بالنسبة قبل قليل كنت تقرأ على العين والحسد هذا أن الوالد تقريبا نجي الأخ أغمى عليه أعلم اه دسمه لي الوالد تأثر في العين والحسد في العين والحسد يعني كان قبل فترة الحسد. قبل فترة كنا تقريبا نقولوا شيء 3 سنين و4 سنين كان ما شاء الله أمور ميسرة فقد تقريبا أغلب المال فقدان المال فقدان أشياء كثيرة كانت مشاكل عندنا في الدار ما هي الأسباب عائلية أسباب عائلية مشاكل الدار كمان. في الدار بالنسبة للوالدة لما قرأت على السحر وهالشيء تأثرت بزاف وتقريبا سحرت فريق اه كم مرة جلدات وفاقت كيفاش؟ كم مرة هي جلدات تقريبا وفاقت تقريبا عندي ها؟ زي ما تسرعت تسرعت تقريبا يعني كنشوف فيها في كاميرا ايه وحسد وهاد العين والحسد فاش في الرزق في المال في كل شيء كل شيء يعني الحالة مرونة وصافي مرونة يعني كل شيء كان فأنا عندي تقريبا شيء حسد ديال كنت رياضي وهالشيء وجاتني إصابات وحالتي وش كنت؟ كنت رياضي رياضي فاش رياضي في كمال الأجسام في كمال الأجسام عندك تصور عندك تصور تصور والله في الوالد ما جبت جوالي معليش فتقريبا جاتني إصابة في الظهر ومرة رجعت حتى في السعودية تنقرا على الرقية وتنسمع ديت رجع شوية ترين وديك شي كيفاش؟ مشيت؟ ايه مشيت للسعودية ايه درت الرقية على راسي ايه كنا كنا عايشين انتم كنتوا عايشين في السعودية ايه هذا كمل فديرت الرقية على راسي بديت رجع شوية تريني وبديت نشط شوية أيه. كيف؟ انتو ما بزوج تزاديتو في السعودية كلنا هادي ايام انتو ما كنتو اللي جايين من الرباط والعجاب اللي شوية مربجة 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 تزاديت في السعودية شحال عشت في السعودية معا تقريبا انا عشت 31 سنة ودابا مش عارف عمرك تقريبا 32 يعني هادي عام وصفي من اللي جيت انا المغرب ايه كمل ايه تقريبا هاشي طلبت العلم في السعودية طلبت على قصة الفقه الشرعي ولا لا لا الوالد كان تقرأ العلم الشرعي نعم اي جينا تقريبا المغرب خدمت شي خدمة تقريبا شي شهر شهرين وقفت ما قدرتش نكمل خدمة بالنسبة هذه اللي تقريبا عندنا تعطيل كل شيء اي شي حاجة بدينا المشروع فيها شي حاجة نبدا نخدمه شهر بالكثير توقف داك الشيء تصير نفسك ثقيلة قاعد ديرها
غير ان المشاكل اللي كانت في الدار بزاف، يعني مشاكل لا بين العائله كامله، بين الوالد والوالده وبيننا حنا مع الوالدين، كانت الدنيا مروحه شي صوت اطلاق. واخا تقدر تقول لي الاسباب اللي خلاو الارزاق ديالكم كامله تضيع؟ سبب رئيسي يعني. السبب الرئيسي منطلق البداية البداية أنا كنت فترة في السعودية، مشاكل يقبل مشاكل دائما في الدار نتلهاو في المشاكل، توقفوا كاع كل شيء، يعني الوالد إذا صارت مشكلة في الدار كاع ما نخرجوش ما نديرو حتى شي حاجة، فهمتي ليه؟ لا ما يبغيش لا يروح لاصال اللي بغى يقرا لا كل شيء، نوقفوا هذاك اليوم قاعد نوقف ثلاث أيام. غير كان في الخدمة، أنا كنت أنا وخويا في السعودية تنخدموا الخدمة ديالنا، جاتني فترة ما نقدرش نخرج، تنخرج كرسي تبقى تقلب، ظهري توجعني، تركب طوموبيلة تبقى نضيق ما بغيتش نخرج. وبداك ديك الشيء شوية شوية من عام لعام بدا ينقص. الوالد دخل كم دار شي مشروع، مرة دار شي مشروع هنا وهنا وهنا كله تخسر، ما ينجح حتى مشروع. المشروع الوحيد اللي كان يمشي الأمور ديالو اللي كان في السعودية الأول. شنو السبب اللي خلاكم تجيو من السعودية لهنا؟ والله الله أعلم. جاو المغرب، جاو بالنسبة للوالد والوالدة اشتاقوا. أنا من التمانين خرجت للمغرب. جيت للغربة. الغربة. زيد. في أمريكا، أجيب له كرسي، أجيب له أختي ذاك كرسي، هزي ذاك كرسي. أعطي له ذاك، روح جلسي في بلاصتو أنت هي وأعطي له ذاك كرسي شي قرب عندك. واحد نسمع لك شو يلا شحال ما قدرتش تحكيوا لي مزيان نعرف عليكم كل شيء باش نعرف كي ندير نتعامل معاكم. الله المستعان. حنا شي بعيد السي محمد، حاول ترفع صوتك ما استطعت. ماشي بعيد السي محمد، عندنا شي سيح مروت من الوالدين، جيت من الله يرحمها. نعم. الوالد كان من كبار التيجانيه، رجل ثاني في التيجانية بعد الوالي ديال التيجانية تيجاني اللي في الرباط اللي في مراكش النظيفي. كنا داخلين في المشاكل ديال راك عارف ديال دوك اللي تيتعاملوا هادشي ديال السحر وديال اللي تيشوفوا تيرقيو بالسحر، وعشنا في هذا الجو والوالدة تسحرت ويمكن مات بالسحر في الجو. وكلاتها واحد المرأة تاع عمي كانت تحقد تحسدها وكلاتها وسحرت لها ورشات لها ما خلاتش علينا، بيتنا كان كله أسحر، بيتنا القديم في الدار البيضاء اللي تولدت انا. وهذه الزوجه ديالي تم جهتها امها جدتها من باها كانت تدير هي براسها تتحضر تدير ديك الحنه وتتحضر الشياطين. اختها مرضت حماقت، اختها اكبر منها، واحد ولد اختها مات يمكن كانت هما اللي قتلوه، كانت هو في هاد المشاكل هما تيعترفوش خوتها هي من فاس، هي اصلا من فاس شرايين من فاس، وخوتها بعدهم ملتزمين كتيقولوا هادشي لا غير نفسي، وكيدي ولادهم يعطيهم دوك الادويه باش يدوهم. واحد انتحر في طنجة وما قالوا راه رماوه شي ناس حقدوا عليه، ولكن هو عاوتاني ولد اختها الاخر طبيب جراح ديال الاسنان طلع واحد المره بغا يلوح راسو لحقوا عليه. انا عند هادشي موروث من جهه المراه ديالي ومن جهتي يعني. انا القضية مشبكة. أنا متزوجة، خالتو طلع مات حبيبي، خالتو هو طلع خالتي باش تزوجت بيها. أنا بعيد، أنا كبيرة، حنا بعاد، أنا من دار بيضاء من أصل بشكل آخر، وهي من فاس، لكن العلاقة اللي بيني وبينها باش تعرفت على تزوجتها خالتي متزوجة خالها هي، وخالتي كانت تسحر لخالها. وكانت خالتي يعني مرا شريرة بمعنى الكلمة إلى الآن باقية، كانت يعني السحر والأشياء دي موجودة. حتى الجدة ديالي، الجدة ديالي باقية عايشة بس تشوف أشياء وتتهلوس، وراحوا الطبيب قالوا ما داك الشيء هلوس، تعطيهم الأدوية ديال المخدرات وداك الشيء باش يهدموا وما تيمشيوش للرقات. أنا دابا شجعتهم ديهم راه كانوا بغينا يرجعوا كاع، قلت لا وهادي وهادي، قلت لهم راه ما تتحركش من هنا تنشوفوا السي محمد وكيل غادي يسر الله سبحانه وتعالى. وفعلا بنتي السيد الله يرحم الوالدين ديالو، تا هو ساعدنا يرحم الوالدين معنا.
اسمع عندنا بنتنا اسمع وثاني هذيك حاله اخرى اللي كنت زهريه كما سمعتك تهضر على الزهريه بعد اخر سمعت سمعت الدرس ديالها كمل كمل تيقولوا على حساب تيقول لك تشوفوا تتشوف داك الشيء في البيت وتشوف الانسان المسحور في الكتاب الكتب التي تكلم فيها اهل العلم وانا قراتها قرات ان الانسان المسحور اللي عنده سحر ماكول قد يرى الجن في اجساد الناس انسان غير مجرد انه مسحور تتاح له الفرصه ان يرى الجن في اجساد الناس يتخيل الاشكال ديالهم تتصور له في عقله ليس ضروري ان يكون زهري ماشي ضروري الانسان المسحور كيف ما كان سحور عنده سحر في الجسم ديالو باطني في الجسم ديالو هذا مما قرات انا انه عنده فرصه ان يرى الجن عنده فرصه ان يستشعر الناس اللي عندهم اسحار عنده فرصه انه يحس بالانسان المريض اي واحد فيه جني اي واحد عنده جني راه كيحس بالانسان الاخر اللي عنده جني واضح اما قضيه التهيؤات والتشكيك كاين اسحار راه يقدر الجني يسحرك وتبدا تخيل ديك الاشياء اما احنا عندنا منطلق انا عندي منطلق خدام عليه خصك تاخذه منه قبل ما نبدي معك حتى هضرتي معك طويله علاش اولا لان الحمد لله شميت فيك ريحه المشايخ والعلماء مليش ديك العتبه سمعتني شميت فيك ريحه الدين الاصلي الحقيقي فهمت وثانيا الله يجازيك بخير ودابا راه قدامي اسره كامله يعني ما تنبغيكم تضيعوا وباقي الوليدات وغادي اللقاء ديالنا غادي يطول بزاف فهمتني راه ماشي غير جلسه واحده الله يجازيك بخير ولكن اللي غادي نقدر نقول لك في هذا الباب عندها الظروف تمشي ترجع للعمل ديالها وما يسمحولهاش وشي صداع هما اللي شدوا قلت لها فاش راكي خدام خدامه في واحد فين كول سنتر في الرباط فهمتك وما مسامحينلاش تغيب وهذا هي اللي شكلتنا اشكال قلت لهم انا نبقى هنا نشوف الحل لهذا المشكل قلت له انا تنعتبر الان من اوجب واجبات عليا قبل اي حاجه نحل لكم هذا المشكل لان احنا السبب فيها احنا الوالدين جبناها لاولادنا وعاشوا في العذاب صراحه فهمتك الزواج ما انا ما نحكيو لك داكشي بزاف البنات عندي جوج بنات جوج بنات هذه البنت وبنت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بنتي اسماء هذه هي اللي وجدت هذا احنا دابا مغرورين مغرورين باننا ملتزمين القديم ملتزمين وعايشين بيئة ملتزمة تنقولوا زعما حنا بعاد على هذا الصداع ولكن حنا هذا هو السبب ما كناش نتوقعوا وحنا تندابزوا بالليل والنهار وتنقولوا واقيلا غير نفسي فرحة ولدي هذا تزوج وما فرحناش به كان يتيم فرحة ما نعرفوش فضلنا نهائيا لا عيد لا جمعة عندك ابناء مزوج؟ نعم عندي بنت وليدات بنتي اسماء هي فيقتنا كنت تشوف واحد النهار صفدت قلت نشوف عيون ماما وانا فاس تبدت اختي يقول لها بحال صاحبي وكسالي راسك تما تمشي تجيب لها راقي هي كانت مع الرقيه الشرعيه مع البقره تتفرجوا فيك بزاف وماء اكسيد وتغسل به انا بديت نتحرك انا جبت لها هي سقطت عندي تحرك هادي شفت غير اخر مره شفت غير فيديو ديالك تصرعت في البيت هذه الحياة ما كانتش طبيعيه هذيك تصرعت وشو لا علاقه الشاب هنا كنت هو نعيم ربيع الله يوفقك هو بزوج بعدا الله يجزاك تستافدوا منه كعلم ورقيه في نفس الوقت الحمد لله هذا مجالكم تبحرتوا فيه الله يوفقك امين الله يكمل لكم تخرج ما قدرتش تخرج في الجامعه وشي ما عندي دابا هاد الاعراض اللي راك تحكي لي كثيره هادشي راه كيما نقولوا اختصرت لي وقيله المهم هذا هو الخلاصه اول حاجه غادي نقولها لك هي انا غادي ندير لكم الرقيه دابا وربما نطلع اسئله عاد ندير الرقيه نقدر نقول لك شي كلام في البدايه ونقدر نقول لك في النهايه والبت مطلوق ولا مقطوع انا والكانه ديالي ولكن الاساس في هادشي كامل هو خصك تعرف باللي حصه ما تكفيش وزوج ما يكفيش وثلاثه ما يكفيش فهمت المنطق هذا هو يعني انتم دابا انتم ما شاء الله راه كلشي مريض الله المستعان راه كلشي مصاب يعني اول حاجه خصك ديرها خصك تجي تشوف شي منزل هنا صغير تكريه وتجلس فيه انت والاسره ديالك الكريمه واحد المده زمنيه معينه ديك المده الزمنيه المعينه انا غادي نرسم لك فيها البروغرام ديال النظام ديال الحصص اللي غادي يكون صارم ودوز دوز هنا دوز ليه ويولي يرجع لعندي حصص بيكون في حصتين في اليوم بلا الحصه اللي غادي تكون عندي باش نوصلوا للحل هذا هو الحق الباطل هو انني نقول لك وان شاء الله هو ربي راه غادي يسخر بصح الاخذ بالاسباب لا يقدح في التو ومن الاسباب التي اعرفها انا انه لا بد خصكم تجلسوا يعني دابا واش نتوما قادرين تجلسوا حاليا ولا قادرين تمشيو وترجعوا عاد تجلسوا باش نعرفوا واش ندير
الخيار يعود لكم، بس نقول لك الحق، نقول لك في الاول افضل. صحيح. خص طريق الامور ديالك تفضي المشاكل اللي راهم عندك وتستابيليزي للرقيه، تجلس للرقيه، تعطي الوقت للرقيه، توجد نفسك للرقيه، تهيئ راسك للرقيه. تو هذه الاسره ما تقالش شي كلمه نتاع اي وراه عندها الخدمه، اي وراه عنده كذا، اي وراه لا، تجلس دير الرقيه. تمام. صح. دير الرقيه فوق الاسبوع اسبوعين. صح. واضح. اكثر من اسبوع واسبوعين. صح. هادشي نقدر نقول لك. هذا هو المنطق. عندك شي حاجه تقولها في هذا الكلام اللي قلته؟ هادي تقدر دير هادشي. عين الصواب. والله عين الصواب. القدره اللي اعلم اعلم ان القدره هي ان شاء الله. شوف هما قدامك عين الصواب، ما سخيناش كاع نمشيو عندك. الله يجزيك بخير. اسمعني، بالنسبه للقدره اللي خفا اللي تقالت عليك تخفف عليه وبزاف، هادي خذها مني وفهمها كيف بغيت. فهمتني؟ يعني اللي تجيك ثقيله خفيفه عليا. ولكن خصك تعاونني انك تجلس، ماشي في الساعه باغي نمشي راني مزروب جاي من الرباط جاي من طنزانيا في الساعه. لا, لا, لا ما يمكنش. انا باغي نسكن هنا. الامه ديال الجنون هذيك مصروعه، هذيك واش مصروعه. انا باغي نسكن في وجده كاع عندك. مرحبا، الراس والعين. مرحبا بك اخويا، مرحبا بك. مرحبا بك. هذه راه مولده في وجده، هذه فاسيه مولده. راجلها كان باها كان جا باها كان جا الشرطه صيفطوا فاش كان الوالد ديالها الله يرحمه مات. وجاو تولدت هي انا من دون خوتها تقريبا. انت تولدت من دون خواتها. نعم الحمد لله. قلت لها راه تنضحك مع ديك النهار، قلت لها ترجعي دابا الاصل ديالك تزوري. قلت لها واش تعرفي الدار فين تربيتي نمشيو نشوفوها. سبحان الله الشيء اللي خلانا اني تنشوف الرقية ديالك انا الزوج ديالي وديال نعيم ربيع نعيم، وجابت حركات النائم تيديرها وهو مس كبير هادي تنعس دايما هكا. وتتسأليش انا هكا ديما نعس هكا ووجدي مربطين وديما نعس النوض هكا شي تيوجد. تنتسائل علاش هاد النعسة هادي، علاش هاد النعسة عاد بديت حركات هذيك اللي هذا دابا اجتهاد فوقي نقول وليدات اجتهاد وحاجة دائما نفسها تقيل تدير شي حاجة ونفسها تقيل. لا خايا الخدمة الحمد لله ولادي تسندوا 30 عام. قدر الله ما شاء. قدر الله. حاسب الناس ويتركوا يقولوا أم انهم يفتنون. الحمد لله. الحمد لله. قد فتنا الذين من قبل. الحمد لله يا ربي. ابتلاء. قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. واش غادي نديروا دركم؟ غير الرقيه. غادي نتوكلوا على الله، غادي نديروا الرقيه. غير الرقيه مور الرقيه واش غادي ندير؟ مور هاد الحصه واش غادي ندار؟ انا اخصص الذريه ديالك انت. انت ونسلك. كاين باقي عندنا واحد في السعوديه داك بعيد صعيب من اي جي معاد. عندي اسماء ومحمد حبيت في الرباط. اسماء قالت لنا علاش ما جاتش؟ قالت لنا ما يكونش نمشي عند السي محمد وكي ما ماشيش يا شرطة. لا هي اسماء؟ لا ماشي هذه اللي ما جاتش. اللي ما جاتش. قالت لك ما تجيش. وهذيك اللي قلت لك زعما هي تعاني اكثر وهي اللي بدات فيها تجليت باش وقالت تعاود لنا شي حوايج قدام من قديم عاد تعاود وهذا تو تعاود. احنا كنا صارت نشوفوا شي اشياء انا وخويا كنا في المنزل ديالكم كنا نلعبوا مع الاطفال عندهم تقريبا بحال شي لعبه. انا شديت كنت نقرا في الشريعه في الرياض. في الرياض كنت نقرا الشريعه. شديت واحد المسجد مؤذن باش نتعاون مع داك تعرف المنحه 800 ريال سعوديه داكشي قليل. وشديت مسجد تنأذن فيه وسكننا في الفوق دور الامام دور هذا. تما قال كان تيجبوا تعاودوا لنا حتى كبروا شويه. كنا تلعبوا مع شي دراري مع تكديرين هادي وخوها هما الكبار يعني في الرياض. هادشي عندهم لحيه. عندهم لحيه وقصار والثياب ديالهم بيضاء سوداء. والله ما نعقل ما فيهاش سواد. فيها الوان ما فيهاش سواد. ما فيهاش كمل لكن وهاد الاطفال كلهم عندهم لحيه. ايه لحيه يعني ما كتشوفوش فيهم البشاعه. لا ما فيهش البشاعه. كانوا اقزام ديال انا احيانا كنخاف منهم. كنطلعوا فوق الطبل انا وخويا. واخا واش كانوا يطلبوا منكم ديروا؟ كانوا يطلبوا نلعبوا معنا غير اللعب فقط. يحركوا لنا سيارات ويطلعوا حصه ديال البوليس وتبقى نلعبوا. كانوا هما بوليس انا تنهربوا منها اطفال هما. هذا المنزل اللي في الرياض راه باقي لحد الان ديالك؟ هذا المسجد هذا البيت هذا؟ لا لا هادشي في المسجد ولا هذا بيت جنب المسجد. خلاص بيت ملتصق مع المسجد في الرياض. واحد النهار حلينا الباب انا وخويا وكان بحال الهوته ديال التراب وهل بخار دخان طالع سحر وقصة طويلة بادية من الأجداد راه ما تخمم. قصة طويلة خصها العصير. الله يوفقنا. آمين.
كاين شي حاجه باغي تقولوها قبل ما نبداو؟ شي مختطف نسيتوه؟ هذه الفتره اللي تسمعوا فيها كنغمض عيني بحال اختي كنشوف عيون كنشوف طيور الشجر عامر بالعيون وتبقى يتحرك مع الريح. السجادة دايما تتجينا السجادة ما خليناش نصلي السجادة. تصلاتي شوفوا اشياء تستغربت تبدا تمسح السجادة بحال هكا بديت قلت نشوف دي براس كذا راسك هي تتصلي وتشوفهم الا غمضتي عينك ولا حليتي. لا لا حليت انا غمضت نصلي مغمضه ومكوص مغمض العين ولكن تنصلي وانا مغمضه باش ما نشوفش عاد غير الكوابيس. انا ما بغيتيش شفت ملك الملك محمد السادس شافوا اسد وشافوا شافوا الانواع الحيوانات المستعان. انا كان تقريبا قبل فتره الزواج ديالي كان عندي تيجيني الجاتون بزاف دام تيجيني الجاتون جاتو بغطاط بغطاط. دابا نتوما غتمشيو اليوم 100% والله انا بالنسبه لي مبدئيا بس لكن الظروف ديالكم كتقول انكم غادي دابا غير نتفقوا على كلمه سواء باش نعرف انا غير واش ندير. الا كانت هذه غير حصه وما نتلاقى بكم حتى الشهر الجاي ولا السيمانه الجايه ولا خصني نعرف هذه الحصه كندير نسيها ما يمكنليش نشعل التلفزه ونخليها شاعله. صحيح فهمت المقصود. راه غتسخن الا كان المتابعه في شكل ولا كان اللي كاين هذا هو. دابا انا خصني نعرف اسمعني ما رايكم اننا نطلع عليكم فكره ولكم الخيار. راه نادرا فين كنهضر بحال بابطا كنشوف بلي خصكم الوقت وخصكم الخدمه وخصكم تعاونوا معايا وخص الاشياء اللي نقول لكم ديروها ديروها وما تجينيش نهار تقولي وراه تعطلت اللي وراه على الوقت نتفاهموا عليها منا. الا كاين شي واحد اللي يقدر يعالجكم بشي سرعه خياليه انا نبقى نغسل رجلي ونجلسوا في هذا الكرسي كايناش ولكن منا غير الله عز وجل بطبيعه الحال. هذا امر مسلم كنهضروا على الواقع علم المسلم اللي عشناه وراينا واضح. فانا نفضل انكم ديروا هذه الحصه هذه واضح وهذه الحصه هذه غادي نحاول نزيد نعرف فيها الحاله ديالكم. يعني ما غاديش تكون رقيك نفس الرقيه اللي جايين عليها تكون بالطريقه الخاصه اللي انا باغي انا نديرها. قلت لكم هذه الحصه غادي تمشيو للمدينه ديالكم وتجهزوا راسكم وتقروا انكم تجيو الرقم ديال الاخ راه عندكم الباب مفتوح لكم في اي وقت. بغيتو تجيو الاسبوع الجاي الاسبوع اللي موراه اي اسبوع بغيتو تجيو فيه عطيو اشاره للاخ ويعلمني ان شاء الله باذن الله عز وجل وتجيو. كي غادي تجيو لهنا هو غادي يتكلف لكم بالمنزل اللي غادي تمشيو تكريوه تحطوا الحويجه ديالكم في المنزل كانكم في المنزل ديالكم بطبيعه الحال وتبداو ان شاء الله تتبعوا البروغرام اللي نعطي لكم الحصص اللي غادي تعطوا لكم بالنظام. دوزوا عند اخوه في المراكز اللي راهم ليها وتجيو هنا دوزوا الصباع عند الاخ الحصص اللي داك الشيء نظام دخلنا دزنا عند وليد ان شاء الله لكن هو والاخوه اخرين غنعطيكم نظام وقاو ستيلو تبعوه بالحرف وكنظن ان ما يمكنش ما نوصلوش للحل خصوصا الى تبعتوا اللي غادي نقول لكم حرفيا وبطبيعه الحال يبقى ان كاين لوح محفوظ تكتب فيه العلاج ديالكم متى سيكون. صافي هادشي اللي غادي ندار ان شاء الله باذن الله هادشي ليكم. يلا هز الكرسي ديالك ديروا الاب ديالك في الوسط غريض اختي غريض. لا 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 انت راح تجلسي في الوسط وانت جلسي في الوسط الحاج غير سير تجلس انا نوري الولد ديالك فين غادي يجلس. جلسي انت في الوسط جلسي انت في الوسط انت سير ليها وانفص ليها سي محمد جبت الكرسي من جنبك تاثرت اكثر شيء كنت تقرا على هاد الناس اللي قبل من الاخرين على العلم وعلى الذكاء وعلى الاشياء هذه هذيك انا بالنسبه لي كانت قويه كانت قويه العلم والذكاء هادشي كامل اللي تقال اليوم راه كي غادي تولي وغتعاودوه لي بالحرف ما تزلقوا حتى في حاجه مشي دون كامل ما فهم بغمضوا عينكم وعيشوا معايا مزيان. لا اله Thank you.
الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأتمين الأكملين وعلى آله وأصحابه وذرياته الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثره ما تبع خطاهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، خالق الإنس والجن وبالعبادة كلفهم وأمرهم ووصاهم ومن النار حذرهم، وللصالحين جنة النعيم وعدهم وكتب لهم الخلد فيها، وللظالمين الماضين في ظلمهم الباقين كتب لهم خلدا في نار قعرها عظيم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيا معشر الجن، أينما كنتم في هذه الأجساد وكيفما كنتم كبارا أو صغارا، خداما أو أعوانا، ملوكا أو أسيادا، حياة عقارب، على أي شكل خلقكم الله جل وعلا، منهم ما علم، منهم ما علمنا ومنهم ما لا نعلم، والله أعلى وأعلم، ولا نقول إلا ما علمنا ربنا ودلنا عليه سيدنا سبحانه وتعالى. فيا معشر الجن، على أي شكل وشاكلة كنتم، بأي عمل دخلتم وتسلطتم على هذه الأجساد والأبدان، ظلما وعدوانا، سحرا أو عينا أو حسدا أو عشقا أو تعطيلا، أدعوكم إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، فالذي أرى والله أعلى وأعلم أن منكم مسلمون، أن منكم مؤمنون، أن منكم صالحون، أن منكم صائمون قائمون عابدون ساجدون راكعون، أن منكم من عرفوا قدر ربهم ونشأوا في عبادته وتربوا وترعرعوا على ذلك، على لا إله إلا الله. والله أعلى وأعلم. فقبل كل شيء أحذركم من عذاب الله جل وعلا، أحذركم من غضب الله جل وعلا، أحذركم من أن تنسوا لقاء ربكم سبحانه وتعالى، الذي يمهل ولا يهمل، الذي يمهل ولا يهمل، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا يخفى عليه شيء من أمركم ولا حالكم، الذي إذا شاء فإنما يقولكم فيكون، إذا أراد أن يأخذكم فإنما يقولكم فيكون، إذا أراد أن يعذبكم كن فيكون، أن يميتكم أن يهلككم كن فيكون. ولكن الله لطيف بعباده، الله لا يحب لعباده الكفر، إن الله لا يرضى لعباده الكفر. أولا منكم مسلمون، والسبب رفعت إلى السماء، منكم موحدون يعرفون ربهم جل وعلا، فلنتعاون على الخير ونكن على الخير أعوانا، وعلى الدين أعوانا، ولنكن على الشر أعوانا. واتقوا الله جل وعلا، وصدقوا الله يصدقكم، صدقوا الله يكون الله جل وعلا معكم، يوفقكم، يسدد رميكم، إذا كنتم صادقين وفقكم الله جل وعلا، يسر لكم الله جل وعلا كل الأمور. فيا معشر الجن من المسلمين والمؤمنين والموحدين، أدعوكم أولا طاعة لله جل وعلا، كل مسلم معنا في الأجساد والأبدان دخل ظلما أو نصرة لمظلوم، يرفع سبابته إلى السماء طاعة لله جل وعلا، ولا يخاف إلا الله، ولا يخشى إلا الله جل وعلا، أسلموا لله تسلموا. إذا كنتم مسلمين حقا فلترفع السبابة إلى السماء طاعة لله جل وعلا. المسلم لا يختبئ، المسلم لا يتوارى، المسلم لا يندس، المسلم مع الحق، المسلم أهل للحق، المسلم يدعو إلى الحق. واضح؟ كل مسلم يسمع الآن ويرى، ارفعوا سباباتكم إلى السماء مسلمين لله طائعين، لا خوف إلا من الله جل وعلا، لا خوف إلا من رب البرية سبحانه وتعالى، لا نخاف في الله لومة لائم، لا شيطان ولا خادم ولا ملك ولا سيد ولا سلطان، أي جني كيفما كانوا وما بلغت قوته مارد أو عفريت، القوة لله جل وعلا، هو ربهم وخالقهم وسيدهم، هو الذي خلقهم بالأشكال والألوان والأصناف والأعمار، والذي مدهم بالقوة وهو قادر على أن ينزعها وعلى أن يأخذها. معشر الجن من المسلمين والموحدين، أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله. فلترفع السبابات إلى السماء طاعة لله جل وعلا، ولا تخافوا في الله لومة لائم، واتقوا الله يكون الله معكم. أشهد أن لا إله إلا الله. فلترفع السبابة إلى السماء، كل مسلم معنا الآن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ترفعوا قدركم وتعلي شأنكم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قلوها تفلحوا، لا إله إلا الله، 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 الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الرحمن هو الرحمن الرحيم 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 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 الله مع الصابرين إن 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 الله مع الصابرين أسلم وجهه لله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا
ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم
اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا حملته أمه وهنا على حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله 30 شهرا حتى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك.
نسأل عنه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الحق ليحكم بين الناس
يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم نبأ الذين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب لا إله إلا الله تحمينا تحفظنا ترعانا لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله الله
الله تفك الرباط والقيود والسلاسل على كل مسلم كبلوه في الأبدان على كل موحد قيدوه في الأبدان على كل مسلم مربوط في الأبدان على كل موحد مقيد في الأبدان على كل مسلم مربوط في الأبدان على كل مسلم مقيد في الأبدان على كل مسلم مربوط في الأبدان على كل مسلم مقيد في الأبدان على كل مسلم مربوط في الأبدان على كل مسلم مقيد في الأبدان مربوط في الأبدان مكبل في الأبدان مقيد في الأبدان مقبل في الأبدان مربوط في الأبدان مقيد في الأبدان مكبل في الأبدان مقيد في الأبدان مكبل في الأبدان مقيد في الأبدان مكبل في الأبدان مكبل في الأبدان مقيد في الأبدان مكبل 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 في الأبدان مقيد في الأبدان مكبل في الأبدان مقيد في الأبدان مكبل في الأبدان مصفد في الأبدان بسم الله والقوة لله جميعا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 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 كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير والنصرة للمسلمين للمؤمنين للموحدين طالت الأزمان والأيام والسنين فكم من طاغ في الأرض ملكها ذهبا وختم الله له بالسيئات والبقاء للموحدين والنصرة لهم بإذن رب العالمين اللهم أعلي راية الحق والدين أعلي اللهم رب راية الحق والدين أعلي اللهم رب راية الحق والدين وانصر الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين وأحرق الظالمين وأهلك الظالمين وأخذ الظالمين ودمر الظالمين وعذب الظالمين اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم احصهم يا رب عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم على الأرض ولا في أجساد المسلمين والمسلمات أحد اللهم لا تجمع لهم صفا ولا تعلي لهم راية ولا كلمة اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ولا تجعلهم على أبدان المسلمين وأرزاقهم وأموالهم وعقولهم وذرياتهم وعيالهم وليا ولا سلطانا اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم شتت اللهم رب شملهم وفرق جمعهم واجعل اللهم الدمار والشتات عليهم وبينهم اللهم لا تكم لهم القوائم ولا تعلي لهم الرايات
المقاصد والغايات. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب صنعك، اللهم أرنا فيهم عجائب صنيعك، اللهم أرنا فيهم عجائب قوتك وبطشك وعقابك وعذابك. اللهم عليك بهم يا رب أجمعين، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم. اللهم احرقهم بقرآنك، اللهم احرقهم بقرآنك، اللهم اهلكهم بقرآنك، اللهم دمرهم بقرآنك، اللهم عذبهم بقرآنك، اللهم صب عليهم من سم قرآنك وسموا من قرآنك وحر قرآنك. احصهم يا ربي عددا وقتلهم بددا ولا تبك منهم على الأرض ولا في الأبدان ولا في الأجساد أحدا. اللهم لا تقم لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية. اللهم احرقهم بالقرآن وأهلكهم بالقرآن ودمرهم بالقرآن. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم صب عليهم من حرك ونارك، اللهم صب عليهم من عذابك ونارك، اللهم صب عليهم من ألمك ونارك، اللهم صب عليهم من حر قرآنك. اللهم احرقهم حرقا واصعقهم صعقا، 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 اللهم احرقهم بنارك، اللهم احرقهم بقرآنك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وأنت القوي وأنت ربهم وسيدهم وخالقهم. اللهم سلط عليهم غضبك وعقابك، اللهم ابطل حر أعينهم، اللهم ابطل سم أعينهم، اللهم ابطل أسحارهم وافضح أسرارهم واقطع مددهم، اللهم اقطع 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 اتحادهم، اللهم اقطع قوتهم، اللهم اقطع مددهم، 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 اللهم اقطع وصلهم واصلهم ودابرهم. اللهم اقطع مددهم، اللهم صب عليهم من حر قرآنك وامطر عليهم من حر قرآنك. اللهم اجعلهم على أبدانهم ولين ولا سلطان. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن ناصرهم ومن والاهم ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم وتبع نهجهم وسلك خطاهم. اللهم عليك بهم وسحرتهم، اللهم عليك بهم وخدانهم وجنودهم. اللهم عليك بالسحرة وما فرقوا وما طلقوا وما باعدوا وما مرضوا. افضح اللهم يا رب أسحارهم وأبطل أسحارهم، اللهم افضح أسرارهم وأبطل أسحارهم وأبطل أسحارهم. لا إله إلا أنت، انزلها على أكتاف الظالمين حارة كالجمر ثقيلة كالجمر. اللهم واجعلها تسري في دمائهم وتغلي كغلي الحميم، اللهم واجعلها تسري في أمعائهم وتغلي كغلي الحميم. اللهم يا رب اصهر بها جلودهم، اللهم اصهر بها جلودهم واحرق بها وجوههم. اللهم وصلهم نارا واجعل من فوقهم نارا ومن تحتهم نارا وعن أيمانهم نارا وعن شمائلهم نارا، نارا لا بردا ولا سلام. صب عليهم من سم نارك. اللهم احرقهم بالقرآن واهلكهم بالقرآن ودمرهم بالقرآن وعذبهم بالقرآن. اللهم ضاعف لهم النار والعذاب، وضاعف لهم الألم والعذاب، وضاعف لهم الحر والحريق والعذاب، وضاعف لهم النار والعذاب. لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك. نزع كل حرف من كتابك العظيم المقدس القوي المتين يغلي ويسري في الدماء حرا كالجمر نارا. اللهم اجعل كل حرف قرأناه من قرآنك ورددناه ورتلناه ينزل عليهم حرا كالجمر نارا. اللهم اهلكهم به واحرقهم به وابطل اسحارهم به واضح اسرارهم به وشدد شملهم به وفرق جمعهم به واقطع مددهم به. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اللهم اجعل بينهم وبين كل مدد حجابا مستورا. اللهم اجعل بينهم بين كل شيطان حجابا مستورا. اللهم اجعل بينهم وبين كل جني ظالم حجابا مستورا. اللهم اجعل بينهم وبين خدام الأسحار حجابا مستورا، حجابا يا ربي مستورا، حجابا يا إلهي مستورا، حجابا يا سيدي مستورا. لا إله إلا الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا فاتح باب الفرج، يا عاليا بلا درج، يا من شق البحر لموسى حتى خرج، أخرجنا وسائر المسلمين من الضيق إلى الفرج، من المرض إلى الصحة، من التعاسة والشقاء إلى السعادة. اغفر ذنبنا وأنر ضربنا، استر عيبنا وهدي قلبنا، وكلنا خير ولي وخير مصين وخير معين وخير ظهير. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا رب كن معنا في كل خطوة نخطوها، كلنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عنا بجندك وملائكتك. اللهم يا رب بك نستغيث، فإن لم تغثنا فمن سواك يغيث. وقفنا بباب جود كرمك واقفين، سائلين باكين راجين ناضين. اللهم لا ترد يا رب دعاءنا، ولا ترد رجاءنا، ولا ترد نداءنا. اللهم يا رب ألنا رب سواك فندعوه، ألنا إله غيرك فنرجوك. اللهم لنا رب سواك فندعوه، لا إله إلا أنت. ألنا رب سواك فندعوه، ألنا إله غيرك فنرجوه. لا خاب من رجاك ولا رد من دعاك ولا رد من دعاك، ألنا إله غيرك فنرجوك.
نرجوه ألا نرب سواك فندعوه لا خاب من رجاك ولا رد من دعاك ولا رد من دعاك يا من لا ترد الداعي إذا دعاك أجيب دعوة المضطرين يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين يا من سقطت لخشيتك الدموع يا من سجد لعزتك كل شيء اللهم إنا نسألك بحق خلقك الذي خلقت عددا وأعدادا أولين وآخرين يا إله الإنس والجن والطير والملائكة والشياطين يا رب الأكوان ومن فيها ومن بها ومن عليها يا خالق الذرات في المجرات يا من خلقتها وأحصيتها وعددتها نسألك سؤالا واحدا وندعوك دعاء واحد اللهم عليك بالسحرة جميعا في هذه الأرض أينما حلوا ارتحلوا اللهم سلط عليهم من لا يخافهم ولا يخشاهم اللهم انزل عليهم ملائكة غلاظا شداد لا يعصونك ما أمرتهم ويفعلون فيهم ما يأمرون ربي إن تركتهم في أرضك أفسدوها وعبادك أضلوا اللهم إن تركتهم في الأرض أفسدوها وطلقوا وفرقوا وشردوا ويتموا وأفقروا اللهم سلط عليهم غضبك وعقابك وعذابك اللهم أنت ربنا ما لنا إله غيرك وأنت سيدنا ما لنا سيد غيرك نرجوك وندعوك ونسألك فلا تردنا خائبين ولا تردنا فارغين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أقطار الأرض وأمصارها أينما كانوا وكيفما كانوا أينما حلوا وارتحلوا وصالوا وجالوا وكانوا اللهم انزل على مرضى المسلمين صب رحمتك وصبائب رحمتك وشفاءك وعلاجك ودواءك اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي يا ربي أنت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ابقداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما اللهم ارفع البلاء اللهم ارفع البلاء اللهم إنا ضعفاء وأنت القوي ولا نقوى على بلائك فارفع البلاء اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء وانزل رحمتك والدواء كلنا خير ولي وخير معين وخير نصير وخير ظهير لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك ولا رب سواك لا إله إلا الله العظيم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرضين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما اللهم يا فهم سليمان فهمنا ويا معلم داود علمنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما ربي ما كان مصاب فمنك وحدك وما كان خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان الطريقة القراءة ونطق الكلام فمن سوء الشيطان الله رسوله منه وبراء الله أعلى وأعلم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين.